احنا نحاول كل شيء نخضع للمعادلات الماديه هذا معناته الغاء القاعده التي يبتني عليها في اوائل سوره البقره ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون راجعوا تفسير المنار تفسير المنار يحاول كل شيء غيبي في القرآن يأوله يحاول بشدة أن يؤول هذا إنه جماعة ماتوا الله بعدين بعثهم هذا فتشي مو خاضع للمعادلات العلمية راجعوا تفسير المنار في قوله تعالى فقلنا ضربوه ببعضها أنه ميت أخذوه وضربوه ببقرة بقرة ميت القصة مذكورة تفصيلها مو هذا في بمجرد ما ضربوه بالبقرة أو بالبقرة الميتة احتيا الميت يحاول بكل قوة أن يأول هذه الآية الجن غيب الملائكه غيب كم مكان اول طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل يحاول احد المفسرين يقول هذه كانت ميكروبات ما ادري ميكروبات فلان مرض لاقي فد مرض ميكروبات تشبه الابابيل المهم تقول هاي الميكروبات انتشرت في هذا جيش مرض وبائي ومات هذا الجيش. ومع المسيح شنو تسوون؟ يحيي الموتى يكمه الاكمه يبرئ الاكمه والابرص يحيي الموتى باذن الله ينبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ايضا يحاول تاويل. التاويل او الالغاء القرآن ما يمكن الغائه فيضطرون الى تأويله الاحاديث كلما يتمكنون يحاولون الغائها إنكاره القرآن مشحون بالقضايا الغيبيه من اوله الى اخره فماكو داعي للتأويش، <applause> إما واحد يقبل الغيب ككل، أو يرفض الغيب ككل،